السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاوزين نتكلم بقى عن حاجه اسمها الانفايرمنت، الانفايرمنت فاريبلز. ايه هي الانفايرمنت فاريبلز؟ هي بكل اختصار فاريبلز بتبقى جلوبال في الابلكيشن بتاعك كله، بحيث ان انت تقدر توصلها في اي مكان كونستانتس. يعني على سبيل المثال بتحط بتعمل فولدر مثلا فايل وبتحط فيه كونستانت، اللي هو مثلا هناخد ده مثلا السترينج ده ونسميه هوم بيج مثلا. فانت لما تيجي هنا بدل ما تكتب الراوت كده هتكتب هوم بيج بيج مثلا، وهو هيعرف ان ايه، ان ده بيعود على ده. طيب انا ليه بشرح الانفايرمنت فاريبلز؟ عشان عندنا فاريبل هنا اللي هو البورت نمبر. بص يا سيدي، لما انت الابلكيشن بتاعك بيرن على اللوكال هوست فانت بتديله بورت نمبر من عندك، ماشي؟ طب فرضا لو البورت نمبر ده في ابلكيشن تاني واخده، يعني ال 3000 ده في ابلكيشن تاني واخده، فهيحصل عندك كراش. الابلكيشن البتاع ده مش هيشتغل. طيب فانت المفروض الانفيرومنت بقى ذات نفسها بتديك انت ايه فاريابل. يعني الانفيرومنت مثلا هنقول مثلا على سبيل المثال لو احنا رافعين الابلكيشن بتاعك ده على سيرفر او عملنا له ديبلوي على سيرفر، فالسيرفر ذات نفسه هيدي بورت نمبر للايه، الابلكيشن بتاعك، انت مش هتعرف عنه حاجة. طيب ايه الحل؟ ايه هنا الحل؟ ان احنا نعمل كونست فاريابل هنا، كونست هنسميه بورت نمبر او بورت تمام، بيساوي ايه بقى؟ بيساوي حاجه اسمها بروسيس، ماشي؟ اللي هي تحت ديت بالبي سمول دوت اي ان في دوت انفيرمنت فاريبلز دوت. عاوز توصل انت لايه بقى؟ للبورت. بس طبعا البورت دي بتبقى كابيتال، البورت. طيب البورت ده هيساوي البروسيس دوت اي ان في دوت بورت. طيب لو الانفايرمنت ما ادتنيش بقى بورت، يعني ما ادتنيش بورت نمبر، فانا else بقى تعمل else دي ازاي؟ شايف تعمل العلامتين دول اللي هم الاور، ماشي؟ وتدي له ايه 3000، ماشي؟ هو كده هيعرف ان ده ايه، ده البتاع البورت اللي انت عاوزه. يعني لو الانفايرمنت ادتك بورت ماشي كان بها، لو ما ادتكش بورت هتاخد الايه 3000. طبعا هو هياخد ال 3000 عندنا هنا على اللوكال هوست. طيب لو رفعت على سيرفر لازم تكتب السطر ده، ماشي؟ وتيجي هنا بدل ما تبص ال 3000 هتبص الايه، البورت. طيب ماشي يا سيدي، تعالى بقى نحط له هنا، هنقول له السيرفر ناو از رانينج ات بورت، ونشيل ال 3000 ديت، ماشي؟ عشان نشوف البورت بتاعنا ده هيشتغل ولا لا، زائد بورت، ماشي؟ كده اظنك بتجمع اتنين سترينج مع بعض، ماشي؟ او سترينج وفاريبل يعني، ماشي؟ يبقى البورت ده هنشوف هل هو هياخد ال 3000 ولا الانفايرمنت هتديله ايه، البورت من عندها. فتعمل سيف كده، ماشي؟ إيه قال لك ايه اهو، تعالى ايرور. معلش انا كنت بجرب حاجة تانية. فانت تيجي هنا تقول له هوم هوم، تعمل سيف، ماشي؟ قال لك ايه، سيرفر ناو رانينج ات بورت 3000، يبقى هو قرا ده 3000. تعالى بقى نفتح البوست مان كده وايه. طيب هتيجي هنا في البوست مان، انا طبعا هشتغل كل شغله بقى في على البوست مان يعني. فانت هتقول له اتش تي تي بي لوكال هوست 3000 سلاش هوم. طبعا البوست مان ده هتنزل الابلكيشن، ماشي؟ عشان احنا بنرن على اللوكال هوست، انما لو فتحت البوست مان من على البراوزر فهو طبعا مش هيديك ايرور ومش هيشتغل، لان انت بترن هنا السيرفر بتاعك على اللوكال هوست والبوست مان على هوست تاني، يعني كأن ده في امريكا وده في مصر مثلا، وعايزين ياخدوا من بعض حاجه، مستحيل. فالاتنين لازم يبقوا في مصر، ماشي؟ فانت تدوس سند كده هيبعت لك الايه، الداتا بتاعتك. يبقى البورت اشتغل اهو، ماشي؟ دي كانت حته البورت يعني، والانفايرمنت ايه، فاريبل، ماشي؟ السلام عليكم.